وكالة الغوث. هنا مئات من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا يعقدون مؤتمرهم الأول في مدينة نابلس، مؤتمر سرعان ما تحول إلى مسيرة جابت شوارع مدينة نابلس ضد ما أسموه سياسة إدارة الأونروا المتمثلة بتجميد الوظائف والأجور المتدنية إضافة إلى التقريصات الممنهجة. إظهار غضبنا من سياسة وكالة الغوث المجحفة بحق الموظفين واللاجئين، وتتمثل هذه السياسة بعناوين رئيسية: أولا تجميد التوظيف الذي زاد من العبء الوظيفي على الموظف وحرم مئات الخريجين من التوظيف، وسياسة الأجور التي أدت إلى أن يصبح موظف الوكالة، وهذه مفاجأة، بغالبيتهم رواتبهم أقل من رواتب السلطة الفلسطينية. السياسة التي تتبعها وكالة الغوث حاليا هي طاردة لموظفيها وليس جاذبة لها. وقد بدأ العاملون في الأونروا بما أسموه سياسة العصيان الإداري في المؤسسات المختلفة خلافا لما كان متبعا سابقا وهو الإضراب المفتوح، وسط دعوات موجهة للأونروا بحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم. وكالة الغوث تدير ظهرها لحقوق العاملين، وبالتالي مطلوب موقف شعبي وجماهير ومؤسسات فاعل باتجاه يضغط على وكالة الغوث وعلى المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزام باتجاه الشعب الفلسطيني لحين إحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني. أسلوب مبتكر إنه عصيان إداري، لن يزودوا اتحاد العاملين والعاملين جميعا لن يزودوا وكالة الغوث بالمعلومات. هذا أسلوب جديد ومبتكر، هذا بسحب لازم تقول الذرائع من إدارة وكالة الغوث لتتهم العاملين. كانت دائما تتهم العاملين بأنهم يعرضوا مصالح اللاجئين للخطر وحياتهم اليومية. هذا أسلوب جيد، نحن سنقف مع هذه الخطوة. ويتهم موظفو الأونروا الوكالة الأممية بعدم دفع أي زيارة على الراتب منذ 5 سنوات وفرض قانون الإجازة القصرية الاستثنائية دون راتب إضافة إلى تقليص الخدمات والتشغيل. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة نابلس.